أشفان، موضوعنا بزاويتنا الحوارية الثانية هو كتير مهم، لأنه هو بيتحدث عن مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي موجودة بكل منزل اليوم، ورغم إيجابيتها ورغم الحداثة اللي عم تكون دائما موجودة فيها، إلا أنها هي مركز كبير للشائعات تصل إلى أكبر عدد من الناس بأسرع وقت ممكن. ودائما الشائعات تخرج من لب الأزمات وبتسبب القلق والهلع للأشخاص بطريقة ربما تصبح غير طبيعية وتؤدي إلى مغادرة المنازل، مثل ما شاهدنا بالفترة الماضية، وحالات القلق والهلع من أي خبر ممكن ينزل على هذه الصفحات. اليوم بزاويتنا الحوارية خصصناها لحتى نحكي كيف نحن بنقدر نتجاوز هذه الشائعات، نعرف من هي الصفحات الصحيحة اللي ممكن ناخذ منها المعلومة بشكل صحيح لحتى نكون آمنين نفسيا من خطر هذه الشائعات. لنحكي أكثر بهذه التفاصيل بيسعدنا أن يكون ضيفنا بالاستوديو الدكتور معاذ قنبر، باحث في مجال التحليل النفسي والدراسات النفسية. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يا أهلا وسهلا، صباح الخير. صباحك دكتور. يا أهلا وسهلا. وأيضا عضو في الجمعية الكونية متنظيفة. يا أهلا وسهلا. مشان نحكي عن الكون هلا كمان. الحمد لله على سلامتكم. الحمد لله على سلامة الجميع. اليوم الشائعات يعني هي حديث الساعة، كل شوي في خبر في شائعة. نحكي أول شيء شو هي الشائعة؟ لا، إجمالا كل مجتمع من المجتمعات مؤلف من مجموعة من الشبكات التواصلية اللي من خلالها يتم التواصل بين أفراد المجتمع. الشائعة أو الإشاعة هي شكل من أشكال التواصل أو صورة من صور التواصل غير النظامي، يعني بتعتمد على معطى غير نظامي، بمعنى غير موثوق علميا ولا يعتمد على أساس فكري نقدي. غالبا الإشاعة قدر تعالى الانتشار مرهونة بحالات غياب العقل النقدي، وهذا أيمت بصير بحالات الهلع الجماعي أو الخوف الجماعي، أو عندما تداعب رغبات الشخص أو ميوله. بالحالتين غياب العقل النقدي بيكون عالي، لأن القدرة على الفهم بتكون لأدنى حد ممكن. تتغذى الإشاعة على هذا النوع من النقص أو هذا النوع من الضعف، وبالتالي أساسها يقوم على إعطاء معلومة ناقصة أو مشوهة أو مبالغ فيها. وعندما تنتشر بحالات الهلع أو كما قلنا تداعب ميول أو رغبات الشخص، بصير شيء اسمه النقل من خلال التناسخ، بمعنى فكرة أولى تعتمد على مبدأ لا علمي تنتقل لشخص آخر تحت ضغط الخوف، الآخر بينقلها للشريحة التالية، وغالبا تحت ضغط خوفه استهاماته الشخصية ببالغ بالوصف، لأن من طبيعة الإنسان المبالغة. يعني دائما هاي موضوع، يعني شفنا حتى حادث ما بينقل الخبر مثل ما هو، بيحط عليه اضافات وخرافيه. يعني شفنا مثلا حدث سياره ضربت سياره، انا ممكن اقول للشخص ما شافه السياره ضربت جرحى اثنين، هذاك بده يعطي دراما اكثر، وبجوز ميت واحد يصير 10 بعد يعني بتتطور. وبالتالي هاي الافكار بتنسخ نفسها بطريقه مشوهه، ونتيجه غياب العقليه النقديه بسبب الهلع او الخوف الجماعي بصير انتشار هذا النوع من المعلومات المشوهة واسع وكبير جدا، وبالتالي الإشاعة تتغذى من حالات، يعني تتغذى بشكل طردي مع حالات الهلع والخوف وغياب العقلية النقدية وتصدع الأنا الواقعي الذي يتعامل مع مبدأ الواقع لصالح أفكار واستهامات عقلية داخلية. نعم، هون بيجي المشكلة الأكبر دكتور. يعني حضرتك اليوم عم تحكي عن الشائعة وطريقة انتشارها، ولكن اليوم مواقع التواصل الاجتماعي بمواقعه العديدة بأنواعه باتت اليوم موجودة بكل بيت، وهي عم تساهم بشكل كتير كبير بنقل هيدي الإشاعات بسرعة. يعني بنفس الدقيقة آلاف الأشخاص، ربما ملايين الأشخاص عم يقروا نفس الخبر أو نفس الشائعة، وعم بيصير عندهم هيدي الحالة من الهلع. اليوم نحن كيف بدنا نتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي؟ كيف انا بدي اعرف هي شائعه ولا لا؟ يعني كونه اصبحت اغلب الصفحات عم تنقل وتنسخ، يعني ان كانت موثوقه ان كانت غير موثوقه، انت ما عاد عم تعرف كشخص عندك اساسا هلع من الحدث اللي واقع. هي هاي احد الاشكالات للاسف، مشكله التواصل الاجتماعي صار يعني منصه لنقل اي معلومه دون التوثيق او دون التاكد من صحتها. وغالبا وسائل التواصل الاجتماعي تعتمد على مبدا كما قلنا العاطفي اكثر من العقلاني النقدي، استغلال الازمه واعطاء مسحه دراميه لينتشر. يعني انا هلا اذا بدي اقول الامر منطقي وطبيعي،
ما بيعطي الصدى المطلوب، مثل اذا بتقول انتبهوا كارثه سيتم اذا هولت، بيعطي صدى اكبر واعلى. ومثل ما قلت نتيجه الخوف بصير الاعتماد على مصدر خارجي للمعلومه عالي، والانسان بحالات الخوف قدرته النقديه بتضعف، وبالتالي بصير اعتماده على اي مصدر معلومه عالي وكبير. بهاي الحالات المفترض احنا نوثق المعلومه. يعني انا اجت معلومه، ما هو مصدرها؟ مين ما هي المنظمه اللي اكيد نقلا عن كذا؟ يعني نقلا عن ما بيكفي نقول انا كلام عام، يعني مثلا اثبت مجموعه من العلماء، من هم العلماء؟ اكدت رئيس الجمعيه البيئيه العالميه، من هو رئيس الجمعيه؟ يعني التركيز على مصدر المعلومه هذا امر كثير اساسي وجوهري في 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 غربله المعلومات. والا اكيد بدنا نسمع كل اشكال المعارف والمعلومات، وغالبا المعلومه المهول فيها كما قلنا تحت ضغط الخوف الجماعي بكون تاثيرها اقوى بكثير وقدرتها على النقل، لانه مثل ما قلنا فيها عنصر تشويق ونقل المعلومه اسهل. يعني انا صعب اعبر عن فكره بطريقه علميه، مثلا اذا بدي اقول ما في كثير ما يحدث الان هو امر طبيعي ناتج مثلا بالزلزال، اعطينا نموذج ناتج عن الزلزال الاصلي. هلا لأثبته علميا الناس ما كثير بدها تكون مهيئه لهيك تسمع، بدها الشيء الاسهل حتى ان كان مخيف. انتبهوا من تسونامي، انتبهوا من هزات كبرى. هذا الكلام بداعب خيال الناس لا سيما بحالات الخوف الشديد، مثل ما ان الامر بينتقل بالعدوى، والتاكد من مصدر المعلومه هو الاساس. وللاسف احيانا وسائل التواصل الاجتماعي عم تلعب دور سلبي بهذا المجال. طيب اليوم دكتور ياما نحكي العالم اللي تنبأ بالزلزال واللي صار انه اللي بيقوله هو صحيح، وقد ما حاولت اليوم تقنع الناس انه هذا الحكي ما هو صح، هذا انه غير علمي الشيء اللي عم بيقوله، الناس ما عادت عم تقتنع انه انا كيف ممكن اقدر ارجع لهم الثقه، يرجعوا يوثقوا انه هذا الحكي ممكن يكون لا ما هو صحيح، وفجاه بيظهر هذا الشخص وهو يعني مثلا قبل ما كان معروف وفجاه ظهر وحتى يقول هاي التصريحات، كيف ممكن احنا نتعامل هون الـ 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 يعني هون المحك حقيقه بحالات يعني في شيء اسمه في علم النفس عصاب الصدمه. يعني مثلا انا اللي هو الوعي عنده اليات معينه دفاعيه يتعامل معها مع الاحداث المستجده المتوقعه، وقت بيجي حدا صادم اللي انا غير مهيئه للتعامل معه، هاي اللي انا بتفقد اسلحتها، يعني تصاب بهلع بصدمه، وبالتالي بتنقص لمرحله طفليه، يعني بترجع طفل بده امان من اي مصدر عام. هلا هذا الامان بصير اي شخص له سمه ما علميه، كانه الاب بالنسبه لهذا الطفل، بده بس اي كلام بيقوله بيتعلق فيه بشكل كبير وواسع. هلا المشكله عندنا بهاي الحالات الخوف والنكوص العام اللي صاب الناس نتيجه تصدع الانا، لاني حدث غير متوقع، حدث كان مرعب وصادم، وحقيقة الزلزال الأصلي هو كان قوي لدرجة كبيرة يعني. صح. فهذا الأمر خلى الأنا متصدعة ما قادرة تتعامل بشكل واعي مع الموضوع. مين طلع اسمه؟ اللي بتجي بالصدفة عمليا. هذا مناطق الصدوع كما قلنا أي شخص أي طالب سادس بيعرف أنه هي مناطق دائما متوقع يصير فيها زلازل، ومنهم هذا العالم اللي قال هذا الكلام، فصار أخذ مرجعية، صار أي كلام يقوله ناخذه كما هو. عنده فرضيه تقول انه موضوع الزلازل مرتبط بجاذبيه الكواكب، اخذنا هذا، هي فرضيه فقط يعني لم تثبت على الاقل حتى الان، لم تثبت علميا على الاطلاق، وغالبا فيها شوائب علميه، ولكن لانه اخذ مرجعيه، لاحظ مرجعيه نفسيه سيكولوجيه ما بقى علميه، يعني هم بصير ناخذ كلامه بدون اي معطى نقدي. اهم شيء هون نفهم الناس انه انت ما عم تسمع قول العالم، انت عم تسمع مخاوفك وعم تسقطها على ما يقوله هذا العالم. دكتور هون المشكلة، الفهم هنا الأساس. يعني هون المشكلة أنه نحن خلينا نقول ضبط تنبؤ من التنبؤات اللي هو قال بأحد فيديوهاته الشائعة، يعني صدق فرانك هذا العالم بهيدي اللحظة لغى كل ما كان مخطئ فيه بالسنوات الماضية، رغم أنه كل شيء نزلوا أنه له فيديوهات سابقة، لو أنه على توقعاته كان رح يصير كذا وكذا، هو ليس تنبؤاته ليست صادقة، ولكن ما زال عم يزرع الخوف بقلوب الناس اليوم. الحل يعني أنا كيف بدي أتعامل مع نفسيا مع هيدا الموضوع بالرغم أني أنا بعرف أنه هو سابقا له كتير تنبؤات ولكن ليست صادقة؟ صحيح. هون أهمية يعني الفهم حقيقة،
يعني الإنسان بالنهاية لا يقدر يسيطر على مخاوفه، لازم يفهم أصلا. بصير تأثرنا بأشخاص مثل فرانك، هو فرانك عالم لا شك، ولكن واضع فرضية، يعني علينا أن نفهم أن هذا شخص عالم. على فكرة في عدة علماء ليس هو فقط بيتنبأ أنه هاي منطقة صدوع، وهناك دائما ترشيح لزلازل. أي شخص ممكن يعني يتنبأ بهذا الموضوع، أخذ مرجعية لسبب كما قلت حضرتك أنه تنبأ بفترة معينة وحصل بالفعل هذا الزلزال. هون أشبه بأنه شخص شاف حلم وحصل أنه صار شيء بالواقع قريب من الحلم، يعني ممكن يشوف حاله واقع انكسرت رجله وإز يتحقق الحلم وتنكسر إيده. يعني لاحظوا هذا الربط الوهمي بصير يربط، نسي أنه ممكن ألف حلم كان ما له معنى، بنساه، بصير تركيزه على أنا أحلامي صادقة دائما، خلص بصير يعطي لنفسه مشروعية بصير يعطي. وبحالات الهلع الجماعي مثل ما قلنا، هلا هذا نفسه بيقول أنا حال أحلمت وهيك صار، الناس بصير إله تعطيه مشروعية، وبالتالي كل ما يقوله سليم. وغالبا بهاي الأفكار اللاعلمية ما في معيار للتكذيب، ما في عقلية نقدية. يعني هلا هو قال بده يجي زلزال مثلا ب 24 الشهر أو 22 الشهر، ما صار بقول 27 شهر، الناس بتضل خايفة، ما مش الحال بقول اول اسبوع من هو أزار. للاسف ما زالت الناس خايفه، يعني هو للاسف انه عم مستمرين بحاله الهلع، وهذا في مشروعيه. يعني انا لو بقول لك مثلا بده يصير هزات باول اسبوع من اذار، ما هي هزات ارتداديه، يعني هي بده يصير بكل الاحوال نتيجه الزلزال الاصلي. المشكله ما منتبه انه هاي هزات طبيعيه وارتداديه، وغالبا بتكون اخف من الزلزال الاصلي طبعا، بصير نركز انه قال العالم، وبالتالي كل ما يقوله بصير نعطيه هالي ومشروعي. حقيقة هاي الهالي ناجي من مخاوفنا، وبالتالي هون نحن شوي مفترض نركز. هلأ ممكن أول أسبوع نبرر حالة الخوف الجماعي وأمر طبيعي طبيعي، رغم أنه السلوك غير طبيعي ولكن أسبابه طبيعية. نعم. يعني الهلع أمر غير طبيعي أكيد، ولكن أسباب اللي أدت له هي أسباب طبيعية لازم نفهمها. أما بعد الأسبوع الأول مفترض هلأ نهدى قليلا وندرس أولا فرانك ما قاله طبيعي وأي عالم بيقوله، وانه الاشاعات عم تغذيها حقيقه مخاوفنا وليس واقع العلمي والحقيقي والنقدي. الدكتور حضرتك يعني انت مو بس لك علاقه بعلم النفس، ايضا انت عضو بالجمعيه الكونيه. الشيء اللي كنا عم نقوله قبل الهواء انه هي الكواكب هي تاثيرها على الجاذبيه الارضيه ممكن كثير يكون ضعيف، ما يمكن يعني ما بيعمل هذا اللي صار الزلزال، عكس نظريه فرانك اللي بيقول انه صفاف الكواكب هو اللي اثر على الارض. يعني كلام اكيد هو عباره عن فرضيه كامله يعني من الناحيه العلميه ومبادئ اساسيه من قوانين نيوتن. تاثير الكواكب يضعف حسب المسافه، مربع المسافه، وبالتالي تأثيرها إذا قسنا مربع المسافة بالنسبة للكواكب وتأثيرها على الكرة الأرضية شبه معدوم. على الأقل إن أثرت على مسطحات مائية، وهذا أمر حتى ضعيف جدا، التأثير الرئيسي من القمر كما قلنا والشمس. إذن ما قاله فرانك حتى الآن فرضية تحتاج إلى إثبات، ليست مثبتة. تحتاج إلى إثبات، وهي فقط عبارة عن فرضية غير متفق عليها على الإطلاق. فما اذا انا قلت بهاي المسافه لا يمكن تاثير حتى على مسطحات مائيه، فما بالك على صفيحه مثل الصفيحه الاناضوليه او الصفيحه العربيه، نحن عم نحكي على تريليونات الكيلوغرامات، وبالتالي تاثيرها عليها معدوم بشكل كامل. زائد انه انا هذا الصف اللي عم يحكي عنها الاشياء اول مره بتصير، ما هي بشكل دوري بتصير، ليش ما صار زلازل سابقا؟ نعم. طيب ليش ما يعني اصاب الدول الاخرى هو بس الاصطفاف بس علينا؟ يعني بس هذا السؤال. زائد انه هذا الاصطفاف ليس حدث وحيد في التاريخ ودائما بصير، يعني كل معدل سنوات من 7 إلى 10 سنوات ممكن يصير هذا النوع او الشكل من اشكال الاصطفاف، ليش ما صار زلازل؟ يعني الناس قلت لك هون مشكله غياب العقليه النقديه. الخوف اللي تعرضوا له الناس المعلومه الخاطئه دائما تتغذى من خوف. دائما تأخذ مشروعيتها من مداعبة الخيال أو الخوف أو الاضطراب الأنا. نعم. الشخصي.
وهون دكتور يعني خلينا نستفاد من وجود حضرتك اليوم، نطمن الناس، الناس لساتها متخوفة من الأخبار والشائعات اللي عم تنطلق بخصوص نهاية شهر شباط والأسبوع الأول من شهر آذار، تخوف من المسطحات المائية، تخوف من تسونامي، تخوف من اقتراب القمر بالأرض اللي رح يشكل حالة معينة على المسطحات المائية. نطمن العالم أنه ما في شيء، يعني نحن علميا وفق هذه المسيرة للكواكب اصطفافة أو تربيعة أو الهيئة اللي بدها تأخذها خلال هيدي الفترة الزمنية، هل هي مقلقة فعلا أم لا؟ أنا يعني بالإجمال أولا موضوع ما يسمى تأثير الكواكب هذا الكلام غير مثبت، فعلينا بهاي الناحية غير مثبت، ما لأنه حابين نقول غير مثبت يعني هاي ظاهرة مكررة، وبالتالي المفترض كل 10-12 سنة يصير زلزال بهذا الطراز وهذا النوع، نعتبر انه منطقة التقاء صفائح وبالتالي مهيئة للزلازل. الموضوع التنبؤ بزلزال من الى بديهيات الجيولوجيا امر غير ممكن طبعا ومستحيل، وبالتالي الخوف هون مجاني. يعني انا ما كثير مستفاد ان هربت من البيت 10 ساعات، لان هاي موضوع الهزات غير طيب، وبعد رجعت على البيت ممكن تصير هزة وبرجع، يعني هذا ما له معنى، وما ممكن ضل هربان شهر او اثنين. لحصل زلزال اساسي سيتبعه حتما هزات ارتدادية. هني برايي انه الزلزال اللي اجى يوم الاثنين هو زلزال مو هزة ارتدادية، لا هو للاسف كمان انتشر، ولكن هو ضمن اطار الصفيحة الاناضولية العربية، يعني بمعنى الصفيحة ضربت بالصفيحة والصفيحة الثانية مالت، فبده يميل معها كل الفوالق المرتبط فيها، والفالق كلس اللاذقي اللي الحدث صار الاخير هو مرتبط اصلا بالصفيحه الاناضوليه اللي ضغطت على هذا الفالق، وبالتالي بيصير تفريغ زلزالي، وهي نفسها عم تضغط على غيرها عم بصير تفريغات، وهي مستمره ممكن تبقى شهر او شهرين، ولكن غالبا لن تصل لمستوى الزلزال الاصلي. والخوف من فتره من الى هو خوف مجاني ما له اي معنى وليس علمي، ولا يمكن لعالم، ولا اعتقد حتى فرانك بحد قادر يحدد يقول، والا بكون ما له عالم صراحه، يعني يمكن لاي عالم حقيقي يحدد وقت لحدوث زلزال ما. اللي حصل هو زلزال اساسي، ما نتوقع انه بيصيبه هزات ارتداديه، لانه زلزال هائل وحرك صفيحه هائله، طبيعي يصير بعد هزات ارتدادية. هاي الهزات بتكون بالتدرج أخف وأخف وأخف، ممكن نحس فيها بس ما خلي خوفي هو اللي يفسر الأحداث. هاي الموضوع كتير مهم وأساسي، يعني على الصعيد العلمي الأمر محتم، وعلى الصعيد النفسي نحن عم نضخم الأحداث، لأن حقيقة ما زلنا بحالة هلع ورعب. حقيقة أنا عم بشوف ناس تواصلوا معي، ناس بحكم حديثهم معي الخوف هو المسيطر عليهم بشكل كامل، لدرجة أحيانا ما بيسمعوك يعني يعني خلص قال الشخص هيك ما أنت كلامك يعني رغم الجهود المبذولة من كثير من علماء الجيولوجيا وعلماء الفلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحاتهم الشخصية، أنه دائما بيحطوا التفسيرات العلمية الدقيقة من وجهة نظرهم لعدم وجود أي خطر مقبل، لأنه الناس ما عم تسمع. يعني أنا تابعت أحد الأشخاص مبارح ريد بوست، ما بعرف قد هو ممكن يكون مريح للمشاهدين، أنه حركة القمر المكتمل اللي رح تيجي بنهار 28 هي كل شهر بتيجي، يعني كل شهر على مدى السنة 12 شهر هي بتجي، فمو معناها انه رح يصير في خطر انه ليش ما صار قبل. فاليوم قديه فعلا العلماء هن اليوم داعمين بمعلوماتهم العلمية بالدقة بالمعلومة اللي هن بيقدموها للناس لحتى يريحون، لو هن هالفترة شوي ما عم يسمعوا العالم او ما زالوا متخوفين، ولكن لازم يكون في زيادة معلومات واخبار من الاشخاص المختصين بهيدي العلوم لحتى يريحوا الناس. صحيح، هاي نقطة مهمة كتير واساسية. حقيقة المفترض نحن مصدر المعلومة، هلا ما بعتقد في عالم ان كان عالم حقيقي يعني ببالغ بهذا الشكل بتوصيف المعلومة، مش للناقل وليس العالم نفسه، مش للشبكات اللي عم تنقل وتأول بتتصيد الكلمات الصغيرة وتأول ما يقوله هذا العالم. هاي نقطة كتير مهمة، نعرف المصدر نقرأه من مصدره الأصلي. اثنين، نهتم قليلا بالناس المختصة اللي عنا، يعني مش عم بصير دائما عنا ثقة بما هو خارج الأجنبي، مع أن في ناس هم مختصة وقادرة وفهمانة وعم تحكي كلام جدا علمي ودقيق، وهي معايشة الوضع، هي عايشة في المكان، فنركز على هؤلاء، وهدول عم يحكوا باللغة العربية، ما في داعي نأول ونترجم يعني. وعندهم المعلومات حقيقة الكافية والقدرة على تفسير الحالة. وهدول إذا بنسمعهم بشكل علمي وموضوعي واقعي بيأكدوا إنه هذا الخوف مبالغ فيه. مبالغ فيه لأنه يتغذى كما قلنا من مخاوفنا،
فعلينا أن نتوخى الدقة ونركز على هؤلاء المختصين. بالفعل يعني حكيت دكتور أنه يسمعوا اللغة اللي عم بيقولها، لأنه حتى الناس اللي عم بتترجم عم بتترجم غير اللي عم ينقال. يعني أنا هداك اليوم قاعدة، فأنه موقع نزل أنه هلأ في زلزال بقوة 9 يوم كذا، أنا لا شعور معني أنا كل يوم بهذا الجو وعم نقابل كثير ناس أخصائيين والكل بيطمني، بس للحظة أنا حسيت بالخوف بعد شوي أنه أنا معقول بدي أحس أنه مثل رجعت أنه لا ما بيصير هذا الحكي، أنه من هذا الموقع يعني أي حدا اليوم بينزل خبر يعني كثير اليوم نحن مسيطر على عقول الناس، خصوصا في عندك شريحة من الشباب اليوم. أنا مثلا ابني ما بينام كل شيء، ماما ليك نزلوا هيك نزلوا هيك. إنه اليوم مين الشريحة اللي هي المستهدفة أكثر اللي هي إلى أثر أكثر؟ حقيقة لا، مثل ما قلت لك بحالات الهلع الجماعي كل إجمالا اللي بيتأثر بحالات المعلومات غير الدقيقة والعلمية الشريحة الشبابية والمراهقة، هذول لأن أغلب المعلومات بتوائم استهاماتهم رغباتهم خيالهم. بحالات الخوف الجماعي بصير نكوص جماعي، يعني بمعنى حتى الراشدين بصير سلوكياتهم كالأطفال، لأن أنا مثل ما قلت لك آليات انهارت تحت تأثير الصدمة، وبالتالي بصير عرضة لأي معلومة أو استهام وسرعة التصديق. هلا وقت أنا انتهت قدرات النقدية بصير في شكل من أشكال سرعة التصديق، بمعنى نصدق أي فكرة أو معلومة تقالي، وبالتالي هون بصير كل الخائف كل الناس اللي بحالة هلع هي صيد سهل لهذا الموضوع بكافة الأعمار. حقيقة هون ضرورة بس تحلى بهاي العقلية النقدية يصير عندنا مصدر ثقة وأمان. دكتور هني بتحسوا أنه بيصدقوا الخوف بيصدقوا الخبر السيء أكثر من الخبر الجيد، يتغذى الإشاعات الكاذبة العلمية أو غيرها تتغذى على عواطف الإنسان وليس عقله، وبالتالي أنا بالواقع عم بشوف ما أسقطه بداخلي، أنا خوفي عم بشوفه ما عم بقدر شوف غيره، وبالتالي بده يطمني ما كثير بيقنعني لأن الخوف مسيطر، بصير اتوجه للمصدر اللي عم بيعزز هذه المخاوف بطريقة آلية لا شعورية، وبالتالي بصير تعلقي بهذا المصدر عالي وتأثيره فيه بشكل مبالغ فيه وكبير لدرجة من الصعوبة انه نقدر نتحكم فيها. دكتور اسمح لي بهيدي النقطة يعني تحديدا بس ناقشك بموضوع نحن لاحظناه كتير خلال الفترة الثانية اللي هي الأسبوع اللي تبع الزلزال الثاني اللي لقب بالزلزال الثاني نهار الاثنين الماضي. أنت ربما عندك النوع من أنه أي زلزال ورح يصير هزات ارتدادية مثل الزلزال الأول، مجتمعك ما بيسمح لك تفكر بهذه الطريقة، أنت عم تخاطري بحالك، أنت عم تخاطري بولادك، كيف عم ترجعي على البيت، كيف عم بتأمني بكرة هذه المسؤولية رح توقع عليك، فأنت ما بقى بحاجة الشائعة لحتى تخاف، أنت صار المجتمع المحيط فيك هو سبب الخوف لإلك. طب أنا كيف بدي أتعامل مع بهيدي الحالة؟ يعني أنا من الأشخاص اللي كنت عم متحملة مسؤولية ولادي بس أنا ما بدي أطلع من بيتي بنفس الوقت، ما بدي خاطر بولادي، بس كمان شايف إنه هيدا الكلام ما إنه منطقي إنه أنا روح نام بأي مكان آخر لحتى أضمن السلامة المعينة. نحن هون شو بنعمل دكتور؟ الحالة يعني أكيد أكيد، وخاصة بعد أنه صار في بيوت مضعضعة، صار في الخوف من الهزات الارتدادية ما تعمل سقوط لأبنية ربما ما كانت هي قايلة للسقوط، يعني كمان في شيء متعلق بالأرواح. صحيح المشكلة هون يعني إحنا بصير التركيز شو لاحظي المعلومة انتهت، يعني المعلومة الأصلية العلمية راحت، بصير الموضوع له علاقة بالمخاوف وتحميلك للذنب. يعني هلأ بانهيار هاي الدفاعات اللي أنا ما بقى بصير متعلق فقط بالزلزال، ممكن تخرج مكبوتات من الطفولة عند الشخص ويسقطها على الآخر. وبالتالي هون بصير الموضوع صراع يعني بين شعوري بذنب والناس هي بتبالغ بهذا الشعور انه انا صرت متحمل مسؤولية وبتستخف بعدم مبالاتك، يعني عدم خوفك بالنسبة لإلون هو بصير مصدر لحتى يزيدوا تخويفك. بالتأكيد لأن عدم خوفك بيثبت انه هن ضعيفين ما هن على حق، وبالتالي ما ممكن يستسلموا كجماعة. يعني إثبات انك على حق معناته هن كلهم مخطئين، بصير في رد فعل انكاري حتمي. ايه بس انا كل الفتره ما طلعت ما غادرت بيتي من اول زلزال لاخر، انه انت مجنونه، فبيقول لي ابني ماما انت الغلط هني الصح، قال له لا
بس انا ماني مقتنعه انه بس انا حاسه ان بيت امن ما صار شيء ما تصدى فنحن ما مضطرين. هاي نقطة مهمة. انه الفكره انه انت مو صح ما تطلع من البيت. والحقيقه بالنسبه للاطفال كثير مهم النموذج المثالي عليه. هلا الطفل بده يشوف امه وابوه وعمه وخاله خايفين بحاله هلا بده ينتقل بالعدوى. صح. طيب دكتور انا جارتي صار لها من يوم الاول زلزال هلا نايمه بالسياره. قال ما عم تقدر تنام بغرفه فيها اربع حيطان. بدها تبقى شهرين هيك، طيب بده يضل فيها ذات ابتداء، يعني الموضوع ما بينحسن بهي الطريقه، يعني هذا كلام ما هو منطقي ولا علمي حقيقي. هو في اشخاص تاثروا نفسيا بطريقه صعبه، يعني ادت الى نوع ما بعرف اذا نحن فينا نسميها امراض بحاجه الى طبيب نفسي يكون على تواصل دائما معه ليخلصهم من هيدي الحال. يعني بتوقع جارتها لاشفان الموضوع مو موضوع بقى يوم واثنين وشهر وشهرين، هو موضوع الغرفه. موضوع الغرفه صار رعب. هاي اهم شيء من يعني من حصاب الصدمه. ما بس له علاقه بالحدث الاصلي، له علاقه بما ولده هذا الحدث من مكبوتات قديمة. طيب دكتور يعني في ناس تأثرت وناس لم تتأثر، هل هي العلاقة بنفسية الأشخاص بهل هني حساسين ولا ليش في ناس كتير صار مع انهيار وناس خافت؟ شو السبب؟ حقيقة ممكن ما يكون رحلة حدا وما تهدم بيتها بس بنفس الوقت اني متأزمين نفسيا. حقيقة هذا الموضوع له علاقة أولا بصلابة الأنا، يعني هذا الموضوع كتير مهم، والتمتع ببعض أشكال الوعي. هلأ بالحدث الأصلي اللي هو الحدث الزلزالي الكل خاف حتما، يعني هذا الموضوع حتمي، مشكلة تداعياته هون السؤال. هلا بالحدث صار خوف تمام، هل هذا الحدث أثر على كل توازن الأنا وبالتالي هون بنكون أمام عصاب الصدمة أم انتهى بانتهائه؟ يعني طبيعي وقت بصير حدث خارجي مرعب مخيف من الطبيعي أنه خاف، أصلا إذا ما خفت بكون أنا غير طبيعي، يعني كمان في مشكلة. طبيعي خاف، حتى الآن الفعل موازي لرد الفعل موازي للفعل. فيما بعد المبالغة بهذا التأثير لدرجة الانهيار أو ردود الفعل الانفعالية الشديدة، هون بيكون ما بقى موضوع له علاقة فقط بهذا الحدث، كل ما هنالك أنه هذا الحدث هز دفاعات الأنا بشكل كامل وبالتالي أخرج ذكريات أو مكبوتات شديدة تجلت بأعراض بهذا الشكل. لذلك ممكن تلاقوا تفاوت بردود فعل الناس حقيقة حسب ما خرج من مكبوت، يعني حسب اختلال التوازن الشخصي ممكن يمتد للطفولة. وهون للأسف الفوارق يعني. هون للأسف الأشخاص اللي يعني بتناقشهم بهيدي الطريقة هن ما بيقبلوا يعترفوا أنه هن عندهم خوف غير مبرر، هن بيعتبروا أنه هن محقين، أرواحهم هي غالية يجب الحفاظ عليها بأي طريقة ممكنة مهما استدعى الأمر، فما عندهم هن هيدا الإحساس بوجود حالة خاصة عندهم. أنا كيف بدي أخليهم يعني يحاولوا يتجاوزوها؟ ربما إذا كل شخص بيطلع على حالته ومدى هلعه بحال وجود الخبر أو الشائعة أو غيره يقدر هو يساعد نفسه بطريقة معينة لحتى يتجاوزها، ممكن هيدا بيكون حل أبسط نوعا ما. طبعا الموضوع الحقيقة الصعوبة الرئيسية نقنع الشخص الخائف أنه خوفك وهمي. هو هي الصعوبة، هذا المستحيل الموضوع. لأنه بده ينكر، يعني بمعنى لأن مثل ما قلت لحضرتك الموضوع ما ممكن ما يكون فقط متعلق بالحدث، ما أثاره الحدث من ردود فعل نفسية لا شعورية. ما بيقدر يقول أنا معي مشكلة نفسية وطلعت، يعني الإقرار فيها لها مقاومة شديدة لا يمكن يعترف فيها، فلا يمكن إنه يستمر بالأمام، يعني الهروب نحو الأمام والإصرار على إنكار الحدث الأصلي. حقيقة هون التوعية كتير مهم، نكون أولا نحن صلبين ما نتأثر بما يقال ونقدر نفهمهم بطريقة علمية، وأن بالتدريج وأن بالبداية ما كتير موضوع أقنعه إنه ما حصل حدث ومضى أنا بخير، يعني أنا حاليا بخير، الله يرحم طبعا اللي توفوا، ولكن انا حاليا بخير، شوف الناس القريبين مني هن بخير. المبالغه بالخوف عم بدل على شيء داخلي صار. صح، مع انه عم نشوف اليوم اشخاص خرجوا من تحت الانقاض والحمد لله على سلامتهم، هن ضمن المستشفيات ما زالوا عم يخضعوا للعلاج، عندهم قوه وصلابه اكثر من اشخاص ربما ما سقطت منازلهم وهن لهلا متخوفين، وهن عاشوا الحدث ونزلت البنايه ويعني عاشوا الرعب الحقيقي اذا بدنا نسميه نحن بحياتنا العاميه رعب. اليوم عم نشوف انهم اكثر صلابه من الاشخاص اللي ما تعرضوا لاي شيء الا لصدمه الهزه والخوف اللي حصل اثناء الزلزال بوقته الان. تماما، لا
لأن أحيانا ممكن يصير توقع الكارثة أو المشكلة له تأثير نفسي أكبر من الوقوع فيها. إذا متراقبة من اللي سمعناه ما شفنا المات ومترقبة حدث بده يصير كمية التوتر شحنة التوتر عالية جدا وقت بصير الحدث برتاح، وبالتالي هاي الصدمة الكبرى أحيانا ممكن تخلق توازن مالي، لأن توقع الصدمة مع المعاناة من آثارها اللي هو الهزة الكبرى اللي صارت هي اللي بتخلق شخصية ضعيفة وعرضة لاستهامات كثيرة جدا، وبالتالي الخوف من الحدث هو اللي عم يخلق الرعب. صح. وهذا الخوف ما بينضبط في وقت زمني، يعني لحظة طلع شيء جديد انه بأول آذار، فهلا بدنا نتوقع موجة رعب لسبعة آذار وبعد ممكن نقول 14 اذار وممكن يطلع بخنا بقى ثاني نتسلى فيه على ما يبدو. هاي اذا بتذكروا اليوم هيك نشتغل فيه لما يجي موضوع هاي اذا بتذكروا مثل موضوع كورونا ما طلع باشاعات ما إلى اي معنى ولا قيمه علميه، فالهلع الجماعي بالاشاعات بدها تغذى، ما كنت نوجد بدونه يعني. ونحن بنتمنى من الاشخاص اللي عم بيساهموا بنشر هيدي الاشاعات اللي هن عم بيكونوا مصدر لهيدي الشائعات هن كمان يخفوا شوي يعني يرحموا البشر اللي هي فعلا نفسيا استوي يعني هداك اليوم اشخاص منزلين انه سمع نباح للكلاب في منطقه كذا بصوت عالي انتبهوا من حدوث زلزال الحيوانات تحذر الرب يعني غير المنطقه ما الكلب ممكن ينبح اذا بشوف كلب تاني يعني بتلاقي التعليقات انه باي منطقه انت بيعوي بس صرت انتبه عليه بصير تركيز عليه. هلا لاحظي كان في هزات دائما بالمنطقه قبل الزلزال الاصلي فيها قوه 4 3.5 4.5 موجوده ما كان تركيز، مش التركيز نتيجه الخوف على الشيء بصير بيعطي من هول من ما بقى يستغلوا هيدا الخوف لحتى يقووا صفحاتهم يعني هي طبعاً. موضوع تقويه صفحات على حساب مشاعرنا بيوتنا خوفنا بس ياخذ لايكات لاني هذا حقيقه انا عم ياخذ اكثر من عم بيحكي بشكل منطقي وعلمي وبالتالي عم ينشهر بشكل اكبر انه عم يتغذى من مخاوف الناس للاسف. وهيك الاشاعه اشاعات اللي هي اساسا معلومات المغلوطه بدت ما ممكن تعيش مع عقلية نقدية، هي بدت بتتغذى على هذا النوع من المخاوف اللي بتتحول لوساوس فيما بعد، بصير كل تركيزي على هذا المنحى وبكل كارثة بصير هيك يعني. هذا ما بس عنا يعني هو بصير في كل هو حالة طبيعية لكل إنسان طبعاً بأي طبعاً مكان طبعاً بصير طبعاً في كوارث. فعلينا نفهم أن الموضوع مؤقت وإن شاء الله بعد يعني ممكن بعد سنة من الآن بصير نضحك على الخوف اللي كان عم بصير هلا، فهاي المبالغة طبيعية بس علينا أن نفهمها ونستقي المعلومات حقيقة من مصادرها ولا بأس ناخدها من اللغة العربية ومن عرب اللي هن مختصين وجيدين حقيقة بسوية لا تقل أبدا عن اللي بيحكوا بلغات أخرى، ما نعيش حالة هذا الاغتراب إنه ما يقوله الغربي لازم يكون دقيق وصحيح، وهي نقطة كتير مهمة طبعا. دكتور معاذ شكرا كثير لك، شكرا اليوم على التوضيح وقد ريحتنا، شكرا كثير لوجودك معنا. يا اهلا وسهلا فيكم، شكرا لكم على الاستضافه. شكرا كثير لوجودك، يعطيك العافيه، ان شاء الله السلام للجميع والامن النفسي والابتعاد عن الشائعات يكون هو المصدر الاساسي لكل سلامتكم جميعا.